اختتمت في مملكة البحرين فعاليات المؤتمر الدولي الثاني لعمليات الإطفاء، والذي عقد برعاية معالي الفريق أول ركن الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة وزير الداخلية. وقد شهد المؤتمر حضورا دوليا متميزا، وتضمن جلسات عمل وورشا تدريبية حظيت بتقدير المشاركين. اختتم المؤتمر الدولي الثاني لعمليات الإطفاء أعماله بعد لقاءات وجلسات عمل جمعت المشاركين من خبراء العالم في مجال الإطفاء والإنقاذ. واتفق المشاركون على إنشاء المجلس التأسيسي الإقليمي للرابطة الدولية لرؤساء الإطفاء في المنطقة برئاسة المهندس غسان غالب أبو الفرج وعضوية قادة ومدراء الدفاع المدني، على أن يتم ترشيح فريق عمل تنفيذي لإعداد الخطط والدراسات الخاصة بالمجلس للوصول إلى أعلى المستويات. هذا يعني اليوم ويوم أمس كان حافل بالندوات وأوراق العمل التي قدمت ونوقشت على كافة المستويات، لا سيما في مجال العنوان الرئيس لهذا المؤتمر وهو موضوع الإطفاء. هذا الموضوع اللي هو أحد اختصاصات الرئيسة لأجهزة الدفاع المدني والحماية المدنية على مستوى العالم وعلى مستوى الوطن العربي. حقيقة فخرنا وسعدنا بهذا التنظيم الذي شاهدناه داخل مملكة البحرين الشقيقة. تجربة المؤتمر كانت في صورة مهنية ومرتبة جدا وفريدة من نوعها. نحن نرى نسبة عالية من الحضور، وهذا الأمر يجعلنا ننظر ونستمع للاقتراحات والقرارات في المنطقة. هناك مواضيع كثيرة تم طرحها وكانت مثيرة للإعجاب، وهذا المؤتمر يعتبر من أهم المؤتمرات في الشرق الأوسط. عملنا المؤتمر العام في شهر أبريل، ولكن المؤتمر هذا يتميز بمميزات أخرى، بحيث أنه تكون هناك جزء تدريبي وتعليمي وجزء نظري، والمؤتمر هذا أكثر شيء أنه هو ثقافي تدريبي تعليمي. ورش العمل مختلفة كثير، في منها ورش العمل اللي قدمت بعضها متقدمة عن التكنولوجيا والتقنيات اللي موجودة طبعا المستخدمة في أنحاء العالم. المؤتمر بحد ذاته بالرغم من أنه للدورة الثانية، ولكن أظهر بيكون علامة تجارية في مجال الإطفاء. طبعا أنا ذهلت وحضرنا كثير من المؤتمرات، ولكن هذا المؤتمر امتاز باختلاف طرح المواضيع. رأينا في اليوم الأول مواضيع تثري الجانب الوقائي، رأينا كذلك تثري جانب الإطفاء. وقد جاء المؤتمر الدولي الثاني لعمليات الإطفاء والذي عقد برعاية معالي وزير الداخلية ليؤكد أن السلامة العامة مسؤولية الجميع، وأن التعاون والتوعية أمور جوهرية في هذه المنظومة.